نتيجة وقف أعمال نافعة اللي هي مدفع عام أساسي ومدخوله أساسي للبلد وله مدي مواطنين عم بتعاني وعم يضيع أموال طائلة على البلد ونحن بأمس الحاجة للفلس. تداعينا اليوم إلى اجتماع وكان اجتماع فعلا استوضحنا كثير من المواضيع اللي عالقة، وبقولكم بكل أسف كنا قدام شركة عم تشتغل لها سنوات بدون عقد بدون اتفاق لا على وبدون المواصفات بدون مناقصة على جدول أسعار هيك ممضي من هيئة إدارة السعر ومن الشركة اللي كمان ما بنفهم كيف خلفياتها وكيف اجت. بصراحة كنا قدام صدمة كبيرة على مبلغ 175 مليون دولار قابضين 127، لسه في حوالي 50 مليون دولار أو 40 مليون فيما شابه. لذلك بعد البحث المستفيض وأخذنا بعين الاعتبار كل النواحي القانونية والنواحي الفنية وكيفية إذا بدك تفعيل هيدي المرفأ العام، طلعنا بنتيجتين أساسيتين بدون التفاصيل. أول شغلة تأليف لجنة تقصي حقائق بلجنة الأشغال برئاسة الأستاذ إبراهيم نيمني مع مجموعة من السادة النواب بالمجلس والمساعدين. النقطة الثانية لمتابعة تفاصيل العقد والهدر والفساد وكل ما يحيط بهذه العملية، لأنها فعلا مأساة كبيرة ومن هون نتجت هالكارثة المالية بالبلد وقت اللي فيه تلزيمات ومناقصات وما شابه بدون أي وسائق. النقطة الثانية كيفية تسيير العمل. كمان اتفقنا بشقين، في عريضة قضائية العميد النائب عفوا بناها يتابع مع المحافظ ومع النائب بكيفية الاستفادة من الضغط على الجماعة بالقضاء وملاحقتهم ومتابعتهم بالقضاء. والنقطة الأساسية نحن عم نفتش على بديل كمان كشركة انها تستلم بأسرع وقت ممكن. انا فصلوا الشباب اللي قبلنا حكوا كتير التفاصيل، بس بدي أكد على شغلي، هذا الموضوع للآخر، هذا الموضوع مال الناس، حقوق الناس، هذا الموضوع حقوق الدولة. في إذا بدك استقراض وابتزاز وإهانة لكراماتنا كنواب وكحكومة وكدولة، استغلال قد ما بدك لخياراتنا. هذا الموضوع اليوم يستحيل نتهاون فيه. أنا انفعلت باللجنة فوق وقلت لو بدنا نفوت بالشخصي، أنا برجع بأكد قدام الإعلام نحن كلجنة وكمجلس نيابي متضامنين بكل ألواننا وبكل فئاتنا وبكل النواحي متابعة على الآخر بهالموضوع، لأنه فعلا في أذى مباشر على مالية الدولة، واضح الأذى، واضح واضح واضح. لذلك ابتداء من بكرة ونصيحة لشركة إنكريبت، إذا من على بكرة قبل اليوم ما بتبلش، في إجراءات حتكون على كل المستويات القضائية، على المستويات الفنية التقنية، وحتى على مستوى أملاك الشركة والحجز والادعاء الجزائي عليهم بشكل شخصي. نصيحة عم قلن اليوم قبل بكرة، تعوا على بكرة افتحوا النافعة، وإلا وإلا وإلا. شكرا. خليه يتفضل. خليني يمكن جاوبكم. إضافة اللي تفضل فيه رئيس اللجنة زميلي الأستاذ سجيع، نحن بعد ساعتين ونص من النقاش كان في زي بدي أقول لكم انطباع عام عند كل النواب انه الامر اللي انضار فيه هذا الملف من لحظة اللي تم يسمى بالتلزيم، ما بعرف انا كيف كان يصير هذا عملية التنزيم، انه في فساد موصوف وفي شركاء بهذا الفساد. طلبنا العقد لنبني عليه، طلع انه في عقد ماضيته الهدى سلوم من قبل مصلحة هيئة السير، يعني عقد بقيمة 175 مليون دولار ما في عليه امضاء وزير، ما في جدول. ف يعني ما بعرف انا كيف كاني عم تنظار الامور بهذه الطريقة، وخاصة انه الشركة اللي معنية مقدمة حالة انه هي شركة عالمية بعد شوي، وانه صار 50 سنة بتشتغل بالبلد، وانه اليوم رايحة على شيء اسمه الذكاء الاصطناعي والبطاقات الذاك والامن السيبيري وغيرها. فبناء على هذا الانطباع اللي مستند الى وقائع، اتقررت اللجنة انها تعمل لجنة تقصي حقائق. واذا تبين من خلال تقصي الحقائق
انه الامور الريجيم بتروح الى ما هو اعلى، وهذا طبعا ملك الهيئة العامة، حنروح على هيئة تحقيق برلمانية. والشيء الثاني طبعا موضوع تسيير المرفأ العام اللي قال عنه الاستاذ سجيع، يعني ما بعرف انا كيف انه كان متروك الامور بهذه الطريقة. نحن صحيح نحن يعني جهة نحن كمجلس نيابي وظيفتنا المتابعة، وظيفتنا كمان المحاسبة، جزء من عملنا كان اليوم هيك، على علمنا انه بعد ما توقف عدد كبير من موظفين النافعة، مراكز النافعة بأكثر من منطقة، في هيئة عملها الوزير من محافظ ومن أحد الضباط الكبار، وبساعدوهم ضباط وبساعدوهم عسكريين على أساس الأمور ماشية، بيطلع الشركة انه عم تسكرهم السيستم. يعني هذا العمل عمل عصاباتي. قبضة 127 مش 123، الرقم هو بديوان المحاسبة 127 مليون دولار. وهلا اذا فتنا بالتحقيقات بكرة قديش الكلفة على هذه الشركة، ان كان بما يخص دفاتر السواقة او غيرها، وقديش كانت عم تتقاضى، ونسبة الارباح الهائلة. انا اكيد انه هن طلعوا رسمالهم من زمان، وطلعوا الكلفة التشغيلية من زمان. بعدين في حدا بسكر مرفق عام؟ وعطيت مثل اثناء الحديث انه بكره كمان اذا في تعهد عم بزفت اوتستراد، والدوله نتيجه الوضع اللي مرقت فيه لانه كانت اغلب المشاريع عم تتلزم بالضعفين او ثلاث اضعاف القيمه الحقيقيه لو وصلنا لهون، لكن بيجي هذا المتعهد لانه له بعض ديون على الدوله بسكر الاوتستراد وما بيفتحوا لحتى للدوله تدفع. اكيد هذا ممنوع بالمرفأ، المرفأ العام لا يمكن أن يقفل تحت أي ذريعة كان. فهذا الشغل أقل ما يقال عن شركة إنكريبت أنه هذا تصرف عصابات مش تصرف شركات. وهذا الموضوع بالشق الثاني في شيء عم بينعمل للقضاء، والأهم أنه القضاء سوف يستند كمان حتتقدم العريضة. نحن موعدين من ديوان المحاسبة اللي وضع إيده على الملف من حوالي أسبوعين فقط، انه امبارح كان عنده جلسة واليوم وبكرة في جلسة حاسمة حتكون، بين لحظة ولحظة حيطلع القرار النهائي. وطبعا هذا القرار فينا نستند عليه بقوة بس يطلع. نحن كلجنة تقصي حقائق فينا نستند على هذا القرار وعلى معطياته، وبذات الوقت العريضة اللي تم الاتفاق عليها الشكل القانوني اللي راح عند قاضي الامور المستعجلة كمان حيستندوا عليها إدارة هيئة السير الجديدة أو اللي بالإنابة حتستند عليها. هذا موضوع مثل ما تفضل رئيس اللجنة حنروح فيه للآخر. احنا وظيفتنا عم بدنا نقوم فيها، ولا يمكن وفلتكن هذه الشركة أو غيرها، وفي شركات كتير اليوم وفي كتير متعهدين وفي كتير ملتزمين للأسف نفذوا بأسعار عالية جدا ودون المواصفات المطلوبة حتى بدفتر الشروط واللي بنص عليها العقد. وشكرا لكم.